مستمعينا الأعزاء، ينطلق بحفظ الله ورعايته، ينطلق بحفظ الله ورعايته، ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. شوط خصص للجعدة، نذهب إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك الرماس راشد بن خلف بن مطر بن علوان، النقلة على المركز الثاني اللي غير شاهين لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري، وين المركز الثالث؟ بينما اللي في المركز الثالث هجام لمحمد بن ابن عبيد بالدبيله، النقله على المركز الرابع هناك من الجانب الثاني، اللي في المركز الرابع مكرم لخليفه بن حميد بن سيف الفلاسي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها علي. الله يا شاهين مسيطرا على المركز الاول، صامدا على مقدمه الشوط. يا سلام خليفه بن سعيد بن عبيد الحميري مع شاهين، بينما اللي في المركز الثاني مكرم هناك اللي في المركز الثاني هجام لمحمد بن معبد بن عبيد بالدبيله. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا ايها الاخوه كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. سلام 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 يا الحميري على هذا الأداء الجميل اللي قدمه شاهين هنا في هذا المهرجان الختامي. هاي لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس المركز الثاني. شعار محمد بني مع بن عبيد بالدبيل مغامر يأتي ثالثا مع نواب فاضل مزروع المركز الرابع. شعار خليفة بن حميد بن سيف بن كعيب. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، دقيقة 46 ثانية 84 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.